عايزة أسأل حضرتك، طب ده محتاج مساحة قد إيه في كل محافظة؟ وإحنا حجر الأساس اتحط فينا، إحنا بقى رايحين فين؟ ده سؤال عظيم جدا. احنا عملنا ايه؟ عملنا خريطه استثماريه لانشطه التجاره في مصر، فانا عارف النهارده كل محافظه احتياجاتها عايزه ايه؟ عايزه كام سوق؟ وعايزه كام منطقه لوجستيه؟ وعايزه كام مركز تجاري؟ وعايزه كام سلسله بيعيه؟ وعايزه كام منفذ بيعي؟ والخريطه دي عملناها بناء على مجموعه من المؤشرات الاقتصاديه، فدرست كل محافظه من حيث الكثافه السكانيه، القوى الشرائية، متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق، وقدرنا نعرف إن كل محافظة محتاجة إيه بناء على ما هو قائم وبناء على ما هو مستهدف. وقدرنا نقول إن مثلا محافظة زي قنا محتاجة منطقة لوجستية واحدة، محافظة زي اسكندرية محتاجة 2 منطقة لوجستية. حسبنا الحسبة في الآخر لقينا إن إحنا محتاجين 54 منطقة لوجستية على مستوى جمهورية مصر العربية. على مستوى 27 محافظة أنا عايز كم منطقة لوجستية؟ 54 منطقة لوجستية. تمام؟ إحنا النهاردة فين بقى؟ بعد سنتين من الخريطة الاستثمارية، النهاردة بنتكلم على 18 مشروع منهم 11 منطقة لوجستية. بالفعل ابتدوا في الشغل ولا لسه؟ ابتدوا الشغل، يعني الشهر الجاي انا بتكلم على سبتمبر هنفتتح منطقه لوجستيه تجاريه في الغربيه. الشهر اللي وراه هنفتتح منطقه لوجستيه في البحيره. وبيبداوا العمل على طول يا دكتور؟ بياخدوا وقت. لان برضو اقول لحضرتك على الاستثمارات، يعني المنطقه اللوجستيه التجاريه اللي في الغربيه في طنطا ديت حجم الاستثمارات فيها 7 مليار جنيه. المنطقة اللوجستية اللي وضعنا حجر الأساس فيها في قنا بنتكلم على حجم استثمارات من 1.5 إلى 2 مليار جنيه.